السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا كلياتكم بخير وصحة وسلامة، إن شاء الله تكون دراستكم فل الفل. هذا ثاني فيديو راح يكون لي لليوم، واللي راح يكون فيديو عن راح نشرح فيه محاضرة الأناتومي اللي أخذناها اليوم، واللي هي محاضرة البريست أو الأناتومي، عفوا، أو اللي هي الأناتومي أوف ذا ماماري جلاند، اللي هي للدكتورة داليا. راح نجي ناخذها اليوم. طبعا يعني انا مستغرب انه ليش البريست راح تاخذوها من هسه. اوكي، هي البريست جزء من الابر لمب، بس المفروض تاخذوها يعني لبعدين، بس تعرفوا اجزاء البكتورال ريجن، تعرف العضلات الموجوده هناك، لكن هيك مقررين الدكاتره، فايش بدنا نجي نحكي احنا، فما علينا. طبعا ليش احنا لازم ندرس البريست؟ احنا مش المفروض انه ندرس الابر لمب؟ طيب البريست هو جزء من الابر لمب لانه هو موجود في منطقه البكتورال ريجن. بالبكتورال ريجن اللي هي المنطقة تقريبا الموجودة عند الصدر، خلينا نورجيكم اياها اول اشي، اللي هي هذه المنطقة يعني تقريبا هنا، اللي هي هذه المنطقة هيك، اللي هي منطقة البكتورال ريجن، فعشان هيك موجود فيها اللي هو البريست، فاحنا هيك راح نجي ندرس البريست. فهذا السبب انه اللي راح خلينا ندرس البريست، فعشان تكونوا يعني عارفين. ومحاضرة صراحة جدا مهمة، وتكلمت الدكتورة فيها عن كثير اشياء راح نجي نتكلم عنها ان شاء الله اليوم. فخلينا نقول بسم الله ونبلش في محاضرة البريست. طبعا اول شيء راح نجي نتكلم عن البوزيشن والشيب تبع البريست، وين موقعه وكيف الشكل تبع البريست. بس قبل ما نبلش نقطة سريعة، واللي هو انه ممكن في ناس يتضايقوا شوي ان المحاضرات يعني اللي بشرحها شوي طويلة، بس يعني انا ما بكون قاعد يعني بسولف حكي فاضي لهيك انه المحاضرة بتصير طويلة، يعني لا، يعني بحاول اني اوصل الفكرة قدر الامكان لكم بافضل طريقة ممكنة. يعني لو علي فراح افضل ان انزل المحاضرة 10 دقائق اصلا، بس بحاول اني انا اعيد وازيد في المعلومة عشان توصل لكم وافهمها، يعني احاول اوصل الفكرة يعني بافضل طريقة ممكنة. وانا صراحة جربت ادرس الاناتومي بطريقتين، بطريقة الحفظ وبطريقة الفهم، والطريقتين كان نجيب علامات، بس الفكرة انه انت بدك الاشي اللي يريحك. يعني بدل ما الاناتومي تصير تاخذ معك 3 ساعات في اليوم، في طريقة الفهم راح تصير تاخذ ساعة ونص، فانت هيك بتريح حالك وبتوفر وقت للمواد الثانية. فبس عشان هيك يعني، فان شاء الله تكونوا قاعدين تستفيدوا. فانيوي خلينا نبلش محاضرتنا لليوم، نتكلم عن البريست. الاول اشي بحكي انه it is an exocrine gland that is concerned with milk production in lactating female. هسا احنا عندنا 2 types من الجلاند موجودات في جسمنا، عندنا الاكزوكراين والاندوكراين. الاندوكراين هي الجلاند اللي ما الها دكت، الاكزوكراين هي الجلاند اللي الها دكت. هسا البريست في نوع معين من الجلاند اللي هو اسمه الماماري جلاند. الماماري جلاند اللي هي الغدد اللي راح تفرز لنا الملك، واللي هي اصلا هي عباره عن موديفايد سويت جلاند، اللي عباره عن يعني عن غدد عرقيه صار لها بعض التعديلات، فصار اسمها الماماري جلاند. موجوده وين؟ في البريست. هذه الجلاند هل هي اندوكراين او اكزوكراين؟ هي عباره عن اكزوكراين جلاند، يعني فيها دكتس، تمام؟ وفي ايش بتكون مرتبطه او في ايش بتكون متعلقه؟ بتكون متعلقه في انتاج الحليب عند المراه الحامل، في اللاكتيتنج ويمن، او اللي هي المراه المرضعه، عفوا مش المراه الحامل، اللي هي المراه المرضعه، يعني بعد ما تولد المراه بتصير اسمها المراه المرضعه، فوقتها بتصير الماماري جلاند تنتج الملك عند هذه المراه. فايش اصلا هي الماماري جلاند؟ مثل ما حكينا it is a modified sweet gland forming a secondary sexual features of females and they are also present in rudimentary form in males. انه هذه الماماري جلاند هي عباره عن modified sweet gland، هي عباره عن sweet gland صار لها بعض التعديلات وصارت اسمها ماماري جلاند، وحكينا عن هذا الاشي. وهذه الماماري جلاند اللي راح تكون لنا البريست، هي راح تعطي الفيميل السكندري سكشوال فيتشرز او السكندري سكشوال كاركترستيك، اللي راح تعطيها السكشوال كاركترستيك تبعت الفيميل. فاللي راح يعطيها هذه الكاركترستيك هي عباره عن هذه الجلاند او اللي هي الماماري جلاند، فراح تعطي الفيميل هي السكندري سكشوال فيتشر او السكندري سكشوال كاركترستيك. وبرضه انه بقول لك انه الماماري جلاند او كمان اللي هو يعني بمعنى اخر اللي هو البريست، برضه بكون موجود عند الذكور او اللي هو عند الميل في الحالة الطبيعية او في الحالة البدائية، او انه اول ما ينولد راح يكون كمان عنده موجود اللي هو البريست. فالبريست موجود عند الميل وعند الفيميل، وهو عبارة عن موديفايد سويت جلاند، وراح يعطي الفيميل السكندري سكشوال كاركترستيك. وكمان ايش بيحكي؟ انه each breast is rounded eminence lying within the fatty layer of the superficial fascia. تمام، هسه بدنا نحكي عن اللي هو الشيب والبوزيشن تبع البريست. اول اشي ايش هو الشيب تبع البريست؟ اللي هو عبارة عن rounded eminence، واللي هي عبارة يعني عبارة زي الكون او هو زي القمع، واللي بكون له بيز وبكون له ابيكس او اللي هي ابيكس،
بكون له يعني قاعدة وبكون له قمة. فالبريست بكون له البيز تبعه واللي هي راح تكون يعني هذا المنطقة هي البيز، وله كمان القمة واللي هي عبارة عن النبل، تمام. فهذا بالنسبة أول إيش للشيب تبع البريست. هسا البريست وين موجود؟ راح يكون اللي هو لاينج أو اللي هو ممتد في الفاتي لاير تبعت السوبرفيشال فيشيا، فهو موجود في السوبرفيشال فيشيا، يعني راح يكون تابع للسوبرفيشال فيشيا، يعني مش الديب فيشيا، لا راح يكون تابع للسوبرفيشال فيشيا. السوبرفيشال فيشيا من ايش مكونه اكثر شيء؟ مكونه من اكثر شيء من فات، حكينا هذا الشيء في احد المحاضرات الماضيه، وراح يكون موجود في الفات لاير الموجوده في السوبرفيشال فيشيا، لانه السوبرفيشال فيشيا اكثر شيء موجود فيها اللي هو الفات، راح يكون موجود في هذه الفات لاير الموجوده في السوبرفيشال فيشيا. برضه ان ذا ادلت فيميل ذا بيس اوف ذا بريست، او اللي هو الاسم الاخر له اللي هو التاج سيرفيس، برضه اللي هو البريست في المراه البالغه اللي هي الادلت فيميل، البيز تبع البريست حكينا البريست هو عباره عن كون شيب اللي هو زي القمع تقريبا، فراح يكون له بيز وراح يكون له اللي هو ايبكس. فالبيز تبع هذا البريست راح يكون ممتد من وين لوين؟ اللي هو من السكند ريب اللي هو يعني من هنا، هاي السكند ريب راح تكون هان للسكس ريب للضلع السادس، فهو راح يكون ممتد من الضلع الثاني الى الضلع السادس. فاحنا بدنا نعرف البوزيشن تبعه، فلازم نعرف موقعه بالضبط. فهذا بالنسبه ل اللي هو مكانه العمودي يعني، تمام. طب هسه مكانه الافقي وين راح يكون موجود؟ and in the transverse plane from the sternal edge medially almost to the mid axillary line laterally. فبالنسبة حكينا أول شيء إنه vertically بكون من الضلع الثاني للضلع السادس، أما في الترانسفيرس بلين واللي هو في شكل أفقي فراح يكون من الاسترنال إج ميديالي، اللي هو ميديال راح يكون من الاسترنال إج اللي هي تابعة للاسترنم، وراح يكون قريب من الاسترنم، فمن الاسترنال إج راح تكون ميديال بالنسبة له لوين؟ للميد أكزيلاري لاين اللي راح يكون لاترالي. فهنا راح يكون ميد اكزيلاري لاين، فهذا هو بكون البوزيشن تبع البريست بالضبط. فمن بشكل عمودي راح يكون من الضلع الثاني للضلع السادس، وبشكل افقي راح يكون من الميديال من الاسترنال ايدج لللاترال واللي هي للميد اكزيلاري لاين. طيب بس خلينا نشوف تقريبا هان، فمن جهه الميديال هانا راح يكون اللي هو من الاسترنال ايدج، فانت عندك هانا في الاسترنم ايش اسمه الاسترنال ايدج، فراح يكون من هذا الاسترنال ايدج ميديالي لا لاترالي اللي هي تقريبا الهان عند الميد اكزيلاري لاين، واللي هو عباره عن تقريبا هان راح يكون ميد اكزيلاري لاين مثل هيك تقريبا، فهو لهان يعني لحد هنا راح يكون لاترالي. الاكزيلا عشان تعرفوها او اكزيلا اكزيلاري هي من كلمه اكزيلا، اكزيلا اللي هي الارمبت اللي هي هذه المنطقه اللي هي منطقه في العربي بسموها منطقه الابط، ف هذا معنى كلمة اكزيلا بس عشان تكونوا عارفينها. فهذا هو موقع البريست وفيرتيكالي بشكل عمودي راح يكون من الضلع الثاني الى الضلع السادس. فبس هذا هو بالنسبة للبوزيشن تبع البريست. طيب خلينا نجي نكمل. هسا البريست مقسم لاربع ارباع، فاحنا البريست راح نجي نقسمه لاربع ارباع، فخلينا بس نمسح كل الخرابيط هذه اللي حكيناها اللي هي هنا، امسح 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 كل اشي، تمام. هسا البريست راح تيجي تقسمه لاربع ارباع، فعندك اول ربع راح يكون اللي هو ربع علوي ميديال اللي هو هذا الربع، بعدين عندك ربع علوي لترال، بعدين عندك ربع سفلي ميديال، وبعدين الربع الاخير اللي هو ربع سفلي لترال. فعشان تميز هذول الاربعة ارباع، هسا الربع العلوي لترال راح يكون في ميزة، ايش هذه الميزة؟ اللي بقول لك انه the superior lateral quadrant is prolonged toward the axilla عن طريق الاكزيلاري تيل، انه هذا الربع اللي هو اسمه السبيرو لاترال او السبيرو لاترال كوادرانت واللي هو الربع العلوي لاترال راح يكون ممتد باتجاه الاكزيلا عن طريق ايش اسمه اكزيلاري تيل. فهذه الاكزيلاري تيل، وهذه الاكزيلاري تيل لوين راح تصل؟ لعند الاكزيلا، فراح تكون عباره عن امتداد راح يجي يخترق الجسم او يخترق العضلات والاشياء هذه كلياتها عشان يصل الى الاكزيلا، وبما انها راح تصل للاكزيلا سميناها اكزيلاري تيل. فهي بتكون زي الذيل اللي راح يكون طالع من البريست من السوبيريور لاترال كوادرانت وراح تصل للاكزيلا، فلهيك سميناها احنا اكزيلاري تيل. برضو عشان كمان تكونوا عارفينها، بس راح نشوف هذه الاشياء سواء في الصور او في الاشياء يعني بعدين، ما تنهانا في الصور راح تجي توضح لك انه هذه الاكزيلاري تيل، فهي اخترقت الجسم لحد ما وصلت لوين؟ لعند الاكزيلا. فخلينا نجي نمسح نجي نكمل هان، ومن وين طالعه هي؟ لازم تكون عارف من السوبيرو لاترال كوادرانت، ودققت الدكتور عاض الشيء فانتبهوا يعني. هسه بالنسبه للسايز والكونتور تبع
البريست، فهي بكون they are variable، بس ايش؟ بس انه اللوكيشن والسايز اوف اتس سبيس ار فيرلي كونستانت، فتقريبا السايز والكونتور تبع البريست راح يكونوا مختلفات، يعني مش ثابتات، ما لهم مقدار ثابت، بس موقع وحجم البيس تبع البريست في الغالب راح يكون ثابت. فيعني الموقع تبع البريست اللي حكينا عنه قبل في الغالب راح يكون ثابت، حتى كمان السايز تبع البيس راح يكون كمان في الغالب متساوي عند الجميع. فبس تقريبا هذا بالنسبة لأول سلايد، ما في يعني أشياء كثيرة، معلومات بسيطة بس إنه تحاولوا تفهموها قدر الإمكان. فيلا على السلايد اللي بعديه عشان نجي نكمل شرح. حكينا قبل إنه البريست هو إيش بكون؟ راح يكون ممتد وين؟ في السوبرفيشال فاشيا، اللي هي في التحديد في الفاتي لاير. برضو معلومة ثانية عن البريست إنه it rests open the deep fascia. هسا كمان البريست بما انه هو راح يكون ممتد في السوبرفيشال فيشيا، فراح يكون ايش؟ راح يكون فوق الديب فيشيا. يعني بديهيا انه بما انه البريست هو ممتد داخل السوبرفيشال فيشيا، فراح يكون هو ايش؟ راح يغطي الديب فيشيا، راح يسوي للديب فيشيا كفرينج، او اللي هو راح يكون يعني فوق الديب فيشيا، او راح يكون يعني موجود فوق الديب فيشيا. بس هذه المعلومه تعرفها. فلما يكون موجود فوق الديب فيشيا راح يكون في تحته عضلات، فراح يغطي مجموعة من هذه العضلات. أول عضلة راح يغطيها واللي اسمها البكتوراليس ميجر. بكتوراليس ميجر عشان تعرفها، بكتوراليس اللي هي من البكتورال ريجن، بكتورال ريجن اللي هي المنطقة الصدرية. فالبكتوراليس ميجر هي عبارة عن العضلة الصدرية، ما فيها كلمة ميجر، حكينا قبل هالمرة ميجر ما يعني بتدل انه هذه العضلة في منها نوعين، نوع ميجر ونوع ماينر. النوع الميجر بتكون كبيرة والماينر بتكون صغيرة. ففي عنا احنا بكتوراليس ميجر اللي بتكون عضلة كبيرة، وفي تحتها عضلة ثانية اسمها بكتوراليس ماينر بتكون صغيرة. فراح تكون هذه البكتوراليس ميجر العضلة الموجودة في البكتورال ريجن راح يغطيها البريست، وهي تقريبا يعني اغلب المناطق راح يغطيها البريست راح تكون فوق البكتوراليس ميجر. وبرضه البريست راح يغطي شوية عضلات اخرى بس بشكل قليل، منهم اللي هي السيريتس انتيرير واللي هي العضلة بتكون على شكل مسننات، هسه راح نجي نشوفها. واخر عضلة عندنا واللي هي عضلة تابعة على منطقة البطن واللي هي الاكسترنال اوبليك مسل. فراح يغطي البريست كل هذول العضلات. فهي انت عندك البكتورال ستريدر موجود في هذه المنطقة، في المنطقة الصدرية، عندك السيريتس انتيرير موجود تقريبا عن جهة اللاترال من الريبس اللي هي السيريتس انتيرير، وعندك العضلة التابعة لمنطقة البطن واللي هي حكينا عنها واللي هي الاكسترنال اوبليك مسل. فخلينا نشوف بس هذول العضلات هسا، بس عشان كمان تكونوا فاهمين الفكره. احنا قسمنا قبل شوي البريست لايش؟ لفور كوادرانت. فهي انت عندك هي اول كوادرانت واللي هي ايش؟ اللي هي السوبيريور ميديال. بعدين عندك هنا ايش؟ عندك السوبيريور لاترال. بعدين عندك الكوادرانت اللي بعديها واللي هي الانفيريور ميديال، والكوادرانت الاخير واللي هي الانفيريور لاترال. واللي اصلا اذا انكم لاحظتوا، بس خليني مثلا ارجع عشان تشوفوا شغله، سوي اندو يا رب ترجع. اوكي تمام، شوفوا السوبيريور لاترال، شوفوا كيف شكلها. كل الكوادرنت يعني موجودات يعني في البريست زي يعني شكل ربع، الا السوبيريور لاترال مبين فيها الاكزيلاري تيل، اللي هو هذا هو الاكزيلاري تيل، هي واضح في السوبيريور لاترال كوادرنت اللي حكينا عنه قبل. فالمهم خلينا نكمل، احنا نشيل الكوادرنتس كلياتهم وخلينا نجي هسه ننزل لتحت نشوف البريست ايش راح يجي يغطي. فخلينا نجي ننزل حبة حبة. في عندك هذول الليجمنت، الأشياء هذه كلياتهم راح نجي نحكي عنهم لبعدين. فتمام تقريبا وصلنا I think. في عندك الفاشيا اللي بكون موجود تحتها البريست اللي حكينا عنها قبل شوي، فلو تجي تشيلها راح تلاقي موجودة عضلة تحت البريست واللي هي البكتوراليس ميجر اللي هي هذه العضلة. خلينا نجرب نشيل البادي كله عشان تشوفوهم، فبس أشيل هيك تمام، واللي هذه هي البكتوراليس ميجر. والعضلة الثانية اللي حكينا عنها واللي هي هذه العضلة اللي هي الاكسترنال اوبليك مسل واللي هي راح تكون هان. انت البريست عندك تقريبا في هذه المنطقة، فهي عندك هنا البكتوراليس ميجر، تحتها حكينا الاكسترنال اوبليك، وعندك هذه العضلة المسننة واللي هي السيريتس انتيرير واللي برضه راح يسوي لها البريست كفرنج ولو بجزء قليل. فبس خلينا هسه نرجع الفيشة ونرجع كل شيء لوضعه الطبيعي. فتمام تمام، نرجع للسلايد نكمل محاضرتنا. بقول لك معلومة حكيناها قبل واللي هي انه البيس تبع البريست راح يكون ممتد من وين لوين.
قلنا فيرتيكالي راح يكون ممتد من الضلع الثاني، القلم بكتب اوكي، من الضلع الثاني الى الضلع السادس. حكينا كمان هذا بالنسبه للفيرتيكالي، بينما في الترانسفيرس بلين راح تيجي تبلش من وين؟ من الاسترنم ايدج، او اللي هو الاسم الثاني له اللي هو اللاترال مارجين اوف ذا سترنم، واللي هو يعني عباره عن الحد اللاترال تبع الاسترنم، واللي هو منطقيا يعني هيك بده يكون اسمه. حتى اذا جينا نشوفه يعني على السريع، مضطرين نشيل المسلز، اوكي طيب بس شيل هيك اللي هو عندك هي هنا الاسترنم، اوكي لازم نشيل كل اشي، هي الاسترنم، فعندك الاسترنم، عندك هذا المارجين، وعندك هنا مارجين اللي هو حدود، فهذول المارجين اسمهم ايش؟ اسمهم اللاترال مارجين، لانهم موجودين لاترال بالنسبة للاسترنم، فبس هذه فكرتهم. فراح يكونوا البريست ممتد من اللاترال مارجين من الميديال الى وين؟ الى الميد اكزيلري لاين، واللي هو موجود تقريبا في هذه المنطقة. فخلينا نجي نرجع كل اشي، اوكي تمام، لهذه البوزيشن اللي هو تبع البريست اللي حكينا عنه يعني قبل شوي، من الضلع الثاني الى الضلع السادس، ومن اللي هو الاسترنم ايدج او اللي هو الاسم اللاترال مارجين اوف ذا سترنم للميد اكزيلري لاين. فبس هذا كل اشي بالنسبة للبوزيشن. حكينا كمان عن الاكزيلري تيل، هي ترجع الدكتور تحكي عنه. الاكزيلري تيل اللي هو ايش؟ اللي هو عبارة عن a small part of the gland extend up and laterally pierces the deep fascia at the lower border of the pectoralis major to enter the axilla. اللي هي الاكزيلري تيل هي عبارة عن جزء صغير من الماماري جلاند، تمام، راح يجي يمتد لفوق and lateral. يعني خلينا نجي نفتح الصورة ونشرح الصورة احسن. هي هنا هي الاكزيلري تيل، فراح يجي يمتد لفوق، يجي يطلع لفوق ويروح باتجاه اللاترال، هي واضح باتجاه اللاترال، وين طالع؟ طالع لفوق هذا الاكزيلري تيل. حتى لو جينا نسوي له هايد عشان مثلا نشوف ال اي هنا، ثواني بس اشيل هيك، تمام، هي مثلا هنا هي شبه واضح اللي هو كمان الاكزيلري تيل، نشوف كيف هي طالع لفوق ورايح لترالي. وبقول لك هو ايش راح يسوي؟ راح يخترق البكتورالس ميجر، فهي هو راح يجي يخترق البكتورالس ميجر عشان يفوت على الاكزيلا. فهي هنا اخترقت البكتورالس ميجر، فاتت وين؟ فاتت لجوا على الاكزيلا او اللي هو الارم بت. فهذه هي الاكزيلري تيل. طيب احنا هيك حكينا عن اللي هي الاكزيلا، وحكينا عن كل هذه الاشياء والاكزيلري تيل. فنكمل حكي هسه عن الجزء اللي بعده، رجعنا على السلايدز، واللي هو عن النبل. النبل واللي هي بتكون المنطقة اللي في وسط البريست. بقول لك انه the nipple in the male and pre-adolescent female lies opposite to the fourth and fifth intercostal space. بس احنا حكينا انه البريست وين موجود؟ بين الضلع الثاني والضلع السادس. طب النبل واللي هي هذه المنطقة طبعا اللي هي النبل واللي هي في وسط البريست، هذا النبل سواء في الميل واللي هم الذكور، او في الفيميلز ما قبل فترة المراهقة، قبل البيوبرتي، قبل سن البلوغ يعني، في سواء يعني في الذكور او في الفيميل اللي هم قبل سن البلوغ، راح يكون هذه النبل راح تكون موجودة ما بين الانتركوستال سبيس الرابع او الخامس. هسه الانتركوستال سبيس ايش هي؟ احنا معروف عنا انه اول شيء عنا مثلا الضلع الاول، الضلع الثاني، الضلع الثالث، فالمنطقة اللي بين الضلوع اسمها انتركوستال سبيس. فبين الضلع الاول والثاني عندك الفيرست انتركوستال سبيس، بين الضلع الثاني والثالث عندك السكند انتركوستال سبيس. فالنبل واللي هي الموجوده في البريست في الذكور او الفتيات ما قبل سن البلوغ، راح يكون موجود النبل عندهم في يا اما الانتركوستال سبيس الرابع او الخامس. فبرضه عشان تكونوا انه عارفين النبل وين راح يكون موجود، سواء في الانتركوستال سبيس الرابع او الخامس. والدكتوره في المحاضره حكت انه تكون تقريبا موجوده عند الضلع رقم 4 او الضلع رقم 5، النبل عند الذكور او الفيميل ما قبل سن البلوغ. فبرضه تكونوا عارفين هذه الاشياء. فنكمل في هسه في البريست، ونتكلم هسه عن الايبكس تبع البريست. فالايبكس اوف ذا كون ايش هو اللي حكينا عنه هسه؟ واللي هو النبل. فالقمة يعني بتكون تبعت البريست او اللي هي تبعت القمع او البريست اللي شكله زي القمع، ايش راح يكون اسم هذه القمة او الايبكس؟ راح يكون اسمها النبل. فهذا النبل ذات از سراوندد باي ا كولورد اريا اوف سكين كولد اريولا. فعندك اللي هنا اللي هي منطقة النبل، تمام، او هذه المنطقة اسمها النبل. المنطقة اللي حوالي النبل هي منطقة ملونة في احد انواع البيجمنتس، في احد انواع الصبغات، وايش اسمها؟ اسمها الاريولا. فالمنطقة في الوسط بالضبط وبتكون في الايبكس تبع البريست هي النبل، والمنطقة حوالي النبل اسمها الاريولا.
اوكي هسا each breast consists of 15 to 20 loops او لوبيول by which radiate out from the nipple. هسا البريست من ايش بتكون؟ هو في الاصل بتكون من لوبس او لوبيولز. هذول اللوبس او اللوبيولز كم عددهم موجودين؟ عددهم من 15 ل 20 لوب او لوبيول في البريست الواحد. فهذول اللوبس او اللوبيولز راح يجوا واللي هم عباره اصلا عن الميموري جلاند، راح يجي يفتحوا في داكتس، وفي الاخير راح يجي يفتحوا وين؟ في النبل. تمام. هسه المين داكت تبعت كل لوبيول او تبعت كل لوب من هذول ال 15 ل 20 لوب ايش اسمها؟ لانه قلنا كل لوب هي عباره عن ميموري جلاند، حكينا الميموري جلاند هي اكزوكراين جلاند ففيها داكت، فكل داكت تبعت هذه اللوب او اللوبيول اسمها لاكتيفرس داكت. تمام. هذا اللاكتيفرس داكت اوبن سيبريتلي انتو ذا سمت اوف ذا نيبل. فهذول الداكتس الموجودين فهذول الداكت التابعين لللوبس اللي اسمهم لاكتيفرس داكت راح يكون كل واحد من هذول الداكت فاتح لحاله، يعني ما في داكت راح يجي يدخل في داكت ثاني، لا كل داكت راح يضل فاتح لحاله لحد ما يجي يوصلوا الافرازات تبعتهم اللي هي الملك يوصلوها الى وين؟ الى النبل. وايش كمان بحكي؟ انه اند بريزنت ا دايليشن جاست بروكسيمال تو اتس تيرمينيشن كولد لاكتيفرس ساينس. ايش هذا الحكي معناه؟ مضطرين نروح لسلايد ورا، وين مثلا نروح؟ اوكي تمام. هان هسا كل واحدة من هذول الدكت، خلينا مثلا نمسك هذا القلم، كل واحدة من هذول الدكت اسمها ايش؟ اسمها لاكتوفرس دكت. تمام. هان لاكتوفرس دكت، هان لاكتوفرس دكت، هان لاكتوفرس دكت، هان لاكتوفرس دكت، وكل لاكتوفرس دكت مثل ما انتم شايفين فاتحة لحالها، ما في لاكتوفرس دكت راح تيجي تخش في الدكت الثاني، لا كل دكت فاتحة لحالها. هسا بقول لك انه كل واحدة من هذول الدكت قبل ما يوصلوا للمنطقة النهائية، قبل ما يوصلوا يعني للنبل، راح ايش يصير لهم؟ راح يصير لهم دايليشن، راح يصير لهم توسع، انه مثل هيك هي صار لهم توسع، بعدين هي اجوا صغروا، فهي نفس صار لها توسع بعدين صغرت، فهذا التوسع تبعها ايش اسمها؟ اسمها اللاكتوفرس ساينس. فهذا التوسع اللي هان اسمه لاكتوفرس ساينس، هذه التوسع لاكتوفرس ساينس، هذه التوسع لاكتوفرس ساينس. طب هذه المنطقه هذا الدكت ايش اسمه؟ لاكتوفرس دكت. فبس عشان برضو تكونوا عارفين ايش هو لاكتوفرس ساينس وايش هي لاكتوفرس دكت. فتمام رجعني هان. طبعا حكينا انه اللاكتوفرس ساينس هي بتكون ما قبل التيرمينيشن، ما قبل انتهاء الدكت، تكون يعني قبل انتهاء الدكت في شوي بيكون في توسع واسمه لاكتوفرس ساينس. هسه برضه نقطة ثانية انه هذول اللوبس او اللوبيولز الموجودين في البريست ما راح يكونوا كمان متصلات مع بعض، يعني زي ما الدكت كل واحدة منهم فاتحة لحالها، فحتى اللوبس او اللوبيولز برضه مش مرتبطات مع بعضهم، كل واحدة منهم فاتحة لحالها. فكل لوبس او اللوبيولز are separated by fibrous septa extending from the deep fascia over the muscles outward to the skin and act as suspensory ligament. ايش هذا الحكي؟ انه هسه عندك انت مثلا هذه المنطقة هي عبارة، خلينا نحط قلم أنحف عشان نشوف، هذه المنطقة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن لوب، هذه المنطقة عبارة عن لوب، هذه المنطقة عبارة عن لوب، هذه المنطقة عبارة عن لوب، فكل لوب هي جاي مفصول عن الآخر ومش مرتبطات مع بعضهم، فمفصولات عن بعض في هذه المنطقة البيضاء، ففي منطقة بيضاء هيها بيناتهم، خلينا مثلا أمسح الخطوط اللي أنا رسمتها، ففي منطقة بيضاء هيها جاية فاصلة ما بين كل لوب عن الآخر. هذه المنطقة البيضاء هي عبارة عن فايبرس سبتا. سبتا هي عبارة عن زي كلمة حاجز، اللي هي من سبتا جمع كلمة سبتم، سبتم حاجز، فسبتا حواجز. فهذول اللوبس او اللوبيولز راح يكونوا مفصولين عن بعض عن طريق حواجز اسمهم الفايبرس سبتا. هذول السبتا راح يكونوا من وين طالعين؟ راح يكونوا طالعين من الديب فاشيا. فهذه السبتا او الفايبرس سبتا راح تكون طالعه من الديب فاشيا من تحت، وتجي ايش تكون لنا السبتا اللي راح تفصل ما بين اللوبس او اللوبيولز الموجودين في البريست. هذه اول نقطه. بقول لك برضو انه هذه السبتا هذه راح تجي تنطلق او تبلش من عند الديب فاشيا لحد ما توصل لوين؟ للسكن. فراح تظلها يعني مكمله من الديب فاشيا لحد ما توصل للسكن عشان تكون لنا هذه الحواجز. فهذه الحواجز ايش اسمها؟ وهذه السبتة ايش اسمها؟ لها اسم متعارف عليه واللي هي السسبنسري ليجامنت. هي عبارة عن ليجامنت اسمها السسبنسري ليجامنت. فبس يعني احنا هيك عرفنا ايش هي السسبنسري ليجامنت وايش وظيفتها، ان وظيفتها تفصل بين اللوبس الموجودين في او اللوبيولز الموجودين في البريست. من وين طالعين؟ طالعين من الديب فاشل الموجودة فوق المسلز، لوين راح يروحوا؟ لعند السكن. فبس يعني بدكم تعرفوا كل اشي بالتفصيل عن السسبنسري ليجامنت. برضو في نقطة مهمة انه the breast is separated from the underlying muscles
عن طريق اكثر من شيء، انه البريست راح يكون مفصول عن المسلز الموجوده تحت الموجودين تحته، قلنا موجودين تحته بكتوراليس ميجر، سيريتس انتيرير، الاكسترنال اوبليك مسل، كل هذول المسلز مش راح يكونوا متصلات في البريست، لا راح يكون في فاصل بينهم بين البريست. ايش هذا الفاصل اللي راح يفصل بين البريست وبين هذه المسلز؟ اول شيء عندك اللوز اريولار تيشو، واللي هي التيشو اللي تبعت الفات، او اللي هي الفاتي تيشو. هذا اول شيء راح يفصل ما بين المسلز والبريست. الشيء الثاني عندك السوبرفيشال فيشيا، وعندك كمان الديب فيشيا. فكل هذه المنطقه اللي موجوده فيها اللوز اريولار تيشو، واللي هي الفاتي تيشو والسوبرفيشال فيشيا والديب فيشيا، راح نسميها في سبيس، راح تكون عباره عن مساحه تفصل ما بين المسلز والبريست. فهذه السبيس راح نسميها اللي ريترو ماماري سبيس. دقيقه الكلام، فاسمها اللي هي ريترو ماماري سبيس. ريترو اللي هي انه خلف، ماماري اللي هي بريست، سبيس فراغ، فهو الفراغ الذي يكون موجود خلف او وراء البريست. فعشان تكونوا عارفينها من الاسم، فراح هذه السبيس راح تفصل ما بين البريست وما بين المصل. ايش فيها؟ فيها عندك الفاتي تيشو او اللي هي لوز اريولار تيشو، فيها سوبرفيشال فيشيا، فيها ديب فيشيا، وفيها كل هذه الاشياء. طيب اوكي، في عندك هذه النقطة رجعت عادتها الدكتورة انه the loops are separated by fibrous septa extended from deep fascia over the muscles outward to the skin and act as suspensory ligament. حكيناها فوق بالضبط. والنقطة اللي بعدها، لا ليش هيك؟ اوكي ليش؟ اوكي. والنقطة اللي بعدها كمان، واللي هي انه the breast is separated from the underlying muscle by loose areolar tissue، وعندك كمان السوبرفيشال والديب فاشيا، وكونت عندنا سبيس اسمها الريترو ماماري سبيس، برضه نقطة حكيناها فوق نفسها بالضبط. فانت هي عندك هي اللي هي البريست، اللي هو هذا في اللون الأصفر، اللي هو هذا هو البريست، تمام؟ الشحن، أوكي، تمام، هذا هو البريست، وهذه المنطقة اللي في اللون الزهري، خلينا نمسك القلم، هذه المنطقة اللي في اللون الزهري هي المصل اللي تحت البريست، اللي مثلا عندك البكتوراليس ميجر مصل، تمام؟ فهي انت البريست وهي المسل، فمش مرتبطات في بعض، في بيناتهم سبيس. هيو هذا الفراغ اللي في اللون الابيض سبيس، هذا السبيس ايش اسمه؟ اسمه ريترو ماماري سبيس، اللي هو مكتوب هان. ايش موجود فيه؟ قلنا موجود فيه اللي هي لوز اريولار تيشو، موجود فيه الديب فاشيا، موجود فيه السوبرفيشال فاشيا. فالبريست مش راح يكون كونكت مع المسل اللي تحته مباشره، لا راح يكون في سبيس يفصل ما بين البريست وما بين المسل التي تحت او خلف، عفوا التي خلف البريست، واللي هي راح يكون في سبيس راح يفصل ما بينهم اسمها الريترو ماماري سبيس. هي كل الاشياء اللي حكينا عنها، هي عندك السكن اللي هي في الخط السكني، عندك السكن، عندك برضه السسبنسر ليجمنت اللي هي كمان هذه في اللون السكني، واللي هي راح تكون مبلش اللي راح تكون مبلش من وين؟ من الديب فاشيا، وشوف لوين راح توصل، لعند السكن. فمثلا عندك هنا هي هذه السسبنسر ليجمنت راح تبلش من عند الديب فاشيا وراح توصل لعند السكن، راح تفصل اللوبس عن بعض. المنطقة اللي في الأخضر هذه واللي هي عبارة عن اللوبس، موجود فيها اللي هي الدكت، في عندك هنا اللاكتوفرس دكت، في عندك اللاكتوفرس ساينس موجودة هان، في عندك آخر شفوق النبل، حواليها الأريولا واللوب حكينا عنهم. أوكي إيش في ظل أشياء؟ في في النبل في راح يكون موجود في openings، في راح يكون في فتحات موجودات في النبل، وهذه راح نسميهن اللي هي opening of lactiferous duct lactiferous sinus اللي حكينا عنها. وبس تقريبا يعني هذه كل الاشياء تقريبا موجوده في الليبيد، او عفوا اللي موجوده في البريست، وحكينا عنها ان شاء الله يعني في التفصيل تكونوا فهمتوها. طيب هسه نروح على الشيء اللي بعده او الجزئيه اللي بعدها، واللي هي عن البريست، واللي راح تحكي انه the skin covering the nipple and the areola contain numerous sweet and sebaceous gland، واللي هو يعني انه المنطقه الجلديه اللي راح تغطي كل من النبل، واللي راح تغطي كمان المنطقة المحيطة بالنبل اسمها الاريولا، هذه المنطقة الجلدية راح يكون فيها عدد يعني كبير شوي من السويت جلاند واللي هي الغدد العرقية، ومن السبيشيس جلاند واللي هي الغدد الدهنية. فسواء في النبل او في الاريولا، السكن الموجود يعني في النبل وفي الاريولا راح يكون موجود فيه سويت وسبيشيس جلاند، حلو؟ واللي هذول السويت والسبيشيس جلاند ذات اوبن دايركتلي اونتو ذا سكن سيرفيس، واللي راح يكون فتحات مباشرة على السكن سيرفيس. تمام، عرفنا انه يعني المنطقة الجلدية تبعت النبل والاريولا موجود فيها سويت وسبيشيس جلاند، وراح يكون فاتحات على السيرفس مباشرة. طب ليش موجودين هذول الجلاندز؟ اللي هو بيقول لك انه the oil secretion of this specialized sebaceous gland act as a protective lubricant and facilitates latching of the neonate during lactation.
انه الاويلي سكريشن اللي راح تفرزهم هذول السبيشس جلاند الموجودين في السكن الموجود في النبل والاريولا راح تعطينا ايش؟ راح تعطينا اويلي سكريشن. ايش وظيفه هذه الاويلي سكريشن؟ وظيفتها هي انه ايش؟ بروتكتيف لوبريكانت، اللي هي عباره عن ماده زي لوبريكانت، اللي هي زي ماده تشحيم، يعني كانها بتجي بتشحم البريست او بتشحم النبل عشان الملك يخرج بسهوله، يعني ما يجي مثلا يعلق في الفتحه تبعت النبل، لا يقدر يخرج بسهوله. فبتكون زي ماده تسمح للملك انه ينزلق انه بسهوله، يعني بتكون زي ماده تشحيم. فلهيك موجود هذا السبيشس جلاند. وبرضه الوظيفه الثانيه للاويل سكريشن تبعت السبيشس جلاند الموجوده في البريست انه فاسيليتيتس لاتشينج اوف ذا نيونات ديورينج لاكتيشن، واللي هي يعني انها بتسهل عمليه الرضاعه للاطفال حديثين الولاده اثناء مرحله الرضاعه. يعني تقريبا هذا المقصد تبعهم او تبع الدكتوره من هذه الجمله، تمام؟ فهي راح تشتغل كلوبريكانت للبريست، وبرضه بتسهل عمليه الرضاعه للاطفال حديثي الولاده. طب هذول الجلاندز اللي هم السويت والسبيشس جلاند الموجودين في السكن تبع النبل والاريولا، انه هذه الجلاند ار اوفن فيزبل ان بيرس وومن، انه هذه الجلاند راح يكونوا في العاده واضحين او ظاهرين للمرأة اللي بتكون ولدت من قبل، واللي هم هي مثل ما شايفين هنا، هي في عندك هذه او هنا وهان او هان وهان، هذول اللي هم هذول الجلاند اللي موجودين في النبل والاريولا، اللي عبارة عن هذه النقاط اللي موجودة في منطقة الاريولا، فهي هم جايين واضحين وممكن مشاهدتهم يعني في العين البصرية، واللي بيكونوا محيطين circumferentially as a small elevation، واللي راح يكون اسمهم المونتجومرز تيوبركلز. فهذولا السويت والسبيشس جلاند اللي موجودين في السكن في النبل والاريولا راح يكونوا متوزعين في يعني على محيط او على طول محيط النبل والاريولا، اللي هو مثل ما احنا شايفين هي هم متوزعين، وهم عباره يعني بيكون شكلهم زي سمول اليفيشن، يعني عباره عن نتوءات صغيره طال على برا. فهي يعني بتوقع واضح من الصورة كيف انهم يعني small elevation، اللي هو انهم طالعات لبرا بس بكونوا ايش؟ صغار. فلهيك احنا بنسميهم tubercles، وايش الاسم تبعهم؟ اللي هو المونتجومرز tubercle. فهذا هو الاسم تبعت this small elevation او for this tubercles، اللي هو اصلهم ايش؟ اصلهم سبب السويت او السبيشس جلاند اللي بكون موجود في السكن في هذه المنطقة، اللي وين بكون مكانهم؟ اللي هو around the areola close to the margin، اللي هو انه حوالين الاريولا، يعني تقريبا بكونوا قريبات من الحدود او الهامش تبع الاريولا، واللي هو يعني الحد اللي بكون يعني الحد الاخير، يعني هذا مقصد اللي هو المارجن اللي هو الحد يعني. فبس تقريبا هذا كل اشي about this tubercles، وبرضه ان شاء الله يكونوا واضحين. وهيهم في الصورة هان كمان واضحين، شوفوا كيف هي small elevation، واللي هم ايش سميناهم قبل، خلينا نرجع نشوف الاسم انه يعني عشان ما ننساه، واللي هو المونتجومرز تيوبركل. فهيهم واضحين في الصوره هنا كمان. فالمهم خلينا نجي نكمل سلايداتنا دون ما نهتم. فالمهم خلينا نجي نكمل احنا سلايداتنا، واللي ايش راح يجي يحكي لنا هان، انه the nipples are composed mostly circularly arranged smooth muscle fibers، واللي ايش بحكي لنا انه the nipples are composed mostly of circularly arranged smooth muscle fibers that compress the lactiferous duct during the lactation and erect the nipple in response to stimulation. ايش كل الحكي هذا؟ يعني ليش هيك كل الحكي هذا؟ خلينا نجي كلمه كلمه وراح نفهم ان شاء الله كلياته. اعطيني هذا القلم واعطيني اللون الازرق. بقول لك انه النبل الموجوده في البريست هم راح يكونوا مكونات اكثر شيء من ايش؟ من سموث مسل فايبرز، راح يكون فيهم سموث مسل. النبل هي المنطقة الوحيدة من البريست اللي راح يكون فيها مسل. ايش هو المسل؟ سموث مسل. هل انا بقدر اتحكم فيه؟ لا، سموث مسل انا ما بقدر اتحكم فيه، اللي هو هي واضح في الصورة، هذا هو السموث مسل الموجود في النبل. ايش وظيفة هذا السموث مسل؟ اول اشي انه ايش يسوي؟ كومبريس، يضغط على اللاكتيفرس داكتس اللي راح تكون فاتحة في النبل، اللي هي هذه الداكتس اللي هي اللاكتيفرس داكت، راح يجي ايش؟ يضغط عليها عشان ايش؟ عشان يصير في اخراج للملك اللي بيكون موجود داخل البريست في هذا الاشي during lactation في اثناء الرضاعة. وبرضو ايش بيسوي الوظيفة الثانية؟ and erect، راح يسوي erection للنبل عشان يستجيب لبعض الستيموليشن او اللي هي لبعض المحفزات.
ف يعني اول شيء راح اسوي كومبرس للاكتف رزدكت، وبرضه راح اسوي اريكت للنبل بس يصير فيه ستيموليشن. فهذه هي وظيفه السموث مسل اللي وين موجوده؟ موجوده في النبل. اوكي طيب، بقول لك برضه انه as when a baby begins to suckle ناس اكمل الجملة اللي هي as when a baby begins to suckle، واللي وقتها راح يسوي عملية الاريكت للنبل، واللي هو يعني وقتها النبل راح يصير لها اريكشن، واللي هي اثناء انه الطفل الصغير يجي يبدأ عملية الرضاعة. فبس الطفل الصغير يبدأ عملية الرضاعة راح يجي تحفيز للنبل او للسموث مصر الموجودة في النبل انه يلا سوي اريكشن للنبل عشان البيبي يقدر يرضع فراحته بدون اي معوقات. وبرضه انه قلنا النقطة الاولى انه راح تسوي كومبرس لللاكتفرس داك. برضه هنا بحكي انه احيانا انه النبل ممكن ما يصير لها ايفيرت اثناء البرينيتال ديفلوبمنت اللي هي مرحلة ما قبل الولادة، ممكن اللي هي النبل ما يصير لها ايفيرت، اللي هي ايفيرت من كلمة ايفيرجن. ايش يعني اللي هي ايفيرجن؟ اللي هي انه يعني تكون النبل طالعة لبرا. فانتم مثلا هاني هيك اي النبل طالعة لبرا، فمثلا اي صورة ثانية مثلا هي انا اشوفه النبل طالعة لبرا. ففي بعض الحالات النبل ما بتكون طالعة لبرا، راح تكون فايتة لجوا، فايتة لجوا البريست. ففي هذه الحالة، هذا طبعا حالة راح تكون خطأ، لازم النبل تكون طالعة لبرا عشان يقدر يشيلها، يصير لها الريكت ويقدر يعني البيبي يرضع فراحته وكل هذه الأشياء يعني تصير بشكل تمام. فبعض الحالات بكون النبل مش صاير لها ايفيرت، بصير لها اللي هي انفيرت، انه يعني تدخل لجوا. فطبعا هذا الاشي خطأ يعني، او اللي هو يعني بكون خطأ وراثي او انه خطأ اثناء النمو. فالمهم يعني هو عبارة عن يعني خلل بكون داخل الجسم، واللي بقول انه in which case في هذه الحالة it remains permanently retracted and so causes difficulty in suckling. ففي هذه الحالات انه النبل راح تجي تظلها بشكل دائم ريتراكتد، راح تظلها بشكل دائم داخله لجوا، مش راح نقدر نجي نطلعها لبرا. فهذا الاشي راح يسبب صعوبات اثناء عمليه الرضاعه، وراح يصير الموضوع انه صعب انه الطفل يجي يرضع من امه بسبب انه بتكون النبل داخله لجوا. فلازم النبل يكون صاير لها ايش؟ يكون صاير لها ايفيرت، تكون طالعه لبرا عشان تقدر يصير لها الريكت لبعدين بشكل صحيح، ويقدر البيبي يسوي عملية السكلينج براحته. تمام، هذا تقريبا كل اشي عن البريست. طيب اخر اشياء راح نجي نتكلم عنها، واول اشي فيه اللي هو الارتيريال سبلاي، اللي هو منين البريست راح ياخذ التغذية الدموية تبعته، منين راح يجي الدم البريست. وبعدين راح نتكلم عن الفينوس درينج، من وين البريست راح يقدر يخرج الدم منه. واخر اشي راح نحكي عن الليمفاتيك درينج قبل ما نحكي عن الامراض. فخلينا نبلش هسه في الارتيريال سبلاي، وهذا الاشي وده شوية تركيز وده شوية حفظ عشان تقدروا تفهموه 100%. بس اول اشي بالنسبة للارتيريال سبلاي راح يكون الها اكثر من مصدر. اذا بينها ارتيريال سبلاي فاكيد لازم انه يكون يعني يكون في ارتري يجي يوزع الدم او يجيب الدم باتجاه البريست. فايش هذول الارتريز اللي راح يودوا الدم لعند البريست؟ عندك اول ارتري واللي هي جدا مهمة واللي هي الاكزيلاري ارتري. قبل شوي احنا حكينا انه النبل بتكون رايحه في شيء منها اكزيلاري تيل وراح يروح على الاكزيلا، فاعرف انه كمان في اكزيلاري ارتري راح تسوي برانشز وراح تودي هذه البرانشز باتجاه البريست عشان تغذي البريست. فانه قبل شوي كنا بنحكي عن الاكزيلا، فهنا كمان خلينا نجي نتكلم عن الاكزيلا، بس راح نتكلم مش عن الاكزيلا كلها، راح نتكلم بس عن الاكزيلاري ارتري اللي راح تكون موجوده. وين راح تكون موجوده؟ اكيد في الاكزيلا. ففي بعض البرانشز اللي راح تطلع من الاكزيلاري ارتري راح تروح تغذي لنا البريست. هذه البرانشز راح تيجي تطلع من برانشز طالعات من الاكزيلاري ارتري اسمهم اللاترال ثوراسيك والثراكو اكروميال برانشز. فعندك اول شيء يعني خلينا نجي نسوي زي هيك، عندك اول شيء هي الاكزيلاري ارتري. تمام، الاكزيلاري ارتري راح تودي لك برانشز، واللي اول برانش واللي هو راح يكون هذا البرانش واللي هو اسمه اللاترال ثوراسيك برانش، هذا اول برانش. وفي عندك كمان برانش ثاني واللي هو اسمه الثراكو اكروميال برانش. هذول البرانشز راح يطلعوا من وين؟ من الاكزيلاري ارتري. هذول التو برانشز راح يطلع منهم كمان برانشز ثانيات، راح يطلع منهم كمان تفرعات ثانيات راح يروحوا ويغذوا البريست مباشره. فاول شيء عندك الاكزيلاري ارتري راح يطلع منها برانشز اسمهم اللاترال ثوراسيك والثراكو اكروميال برانشز. هذول البرانشز راح يطلع منهم كمان برانشز ثانيات او تفرعات اخرى راح تروح بتغذي البريست. فهذا اول
ارتيريال سبلاي راح يكون للبريست. هذا بالنسبه للارتيريال سبلاي الاول. اما بالنسبه للارتيريال سبلاي الثاني راح يجينا من ارتريز مختلفات، واللي هي اول ارتري فيهم واللي هو اسمه الانترنال ثوراسيك ارتري. هذا الانترنال ثوراسيك ارتري راح تطلع منه برانشز. هذه البرانشز ايش راح تكون؟ راح يكون اسمها بيرفوريتنج برانشز. بيرفوريتنج يعني مخترقه، راح تطلع منه برانشز تخترق الاشياء. فراح تطلع هذه البرانشز من الانترنال ثوراسيك ارتري واسمها بيرفوريتنج برانشز، فراح تخترق الاشياء اللي راح تمر فيها عشان تصل للبريست وتغذي. وفي عندنا ارتري ثاني واللي هو اسمه الانتيريور انتركوستال ارتريز. هذول الارتريز راح يطلع منهم كمان بيرفوريتنج برانشز، راح يجوا كمان يخترقوا الاشياء اللي راح يمروا منهم ويروحوا يغذوا البريست. فالبريست اول تغذيه راح تجي من الاكزيلري ارتري. من وين من الاكزيلري ارتري؟ من تو برانشز راح يطلع من الاكزيلري ارتري اسمهم لاترال ثوراسيك والثوراك اكروميال برانشز. هذول التو برانشز راح يطلع منهم كمان برانشز ويروحوا يغذوا البريست. وعندك بعدين الارتيريال سبلاي الثاني راح يكون من طريق اللي هو بيرفوريتنج برانشز، اللي هي يعني برانشز او تفرعات مخترقه راح تخترق الاشياء، راح تطلع من تو ارتريز. اول ارتري اسمه انترنال ثوراسيك ارتري، والارتري الثاني واللي هو اسمه انتيريور انتركوستال ارتريز راح يطلع منهم هذول البيرفوريتنج برانشز، راح يجي يخترقوا الاشياء اللي راح يمروا منهم ويغذوا لنا البريست في الدم اللي بيحتاجه. فبس هذا يعني كل ايش ممكن تجي تحتاجه عنهم، ومش مذكور اكثر من هيك في السلايد، مع انه الدكتوره كانت تحكي انه هذا الارتري بيكون في الطول وهذا في العرض ومش عارف ايش، بس في النهايه هي بتقول مطالبين احنا في السلايد، فاحنا راح نلتزم في السلايد بالضبط ونمشي فيه مثل ما هو يعني. فبس كمان هي عندك في الصوره عندك هنا اللي هي الانترنال ثوراسيك ارتري، وهي هذول البرفوريتنج برانشز تبعاته اللي راح يروحن يغذن لنا البريست. وعندك بعدين اللي هو وين راحت الانتركوستال ارتريز، مش عارف وين اختبت، بس ممكن اصلا نجي نشوفهم هنا. طيب اوكي، هاي اللي هي ارتيريال، تمام. خلينا نجي نشوفهم مع بعض. طيب بس خلينا نشيل هيك عشان نقدر نشوف. ففي عندك هي كثير ارتريز راح تدخل على البريست لو اجيت بدك تشوفهم. مثلا عندك هي انا اول ارتري، هذا ايش اللي هو هيو البرانشز اوف بيرفوريتنج برانش للانترنال ثوراسيك ارتري. هي اول ارتري الانترنال ثوراسيك ارتري راح يغذي كل هذه المنطقه. عندك هذا الارتري واللي هو ايش اسمه واللي هو من الثوراك اكروميال ارتري، واللي هو حكينا هذا راح يكون جاي من الاكزيلري ارتري. وعندك برضو ارتري ثاني وين راح اللي هو من اللاترال ثوراسيك ارتري، اللي برضه راح يكون جاي من الاكزيلري ارتري. فبس ضايل معناته ارتري اخير بدنا نورجيكم اياه اللي هو واللي هو ضايل اخر شيء اللي هو بس الانتيريور انتركوستال ارتريز. طبعا هو موجود تحت البريست، فغير نسوي له ايزيلات عشان نقدر نشوفهم اللي هم راح يكونوا موجودين هان. فايهم موجودين يعني تحت البريست مباشره. فهذا بالنسبه للارتيريال سبلاي تبع البريست، ويعني واضح بسيط ان شاء الله يكون. بس احط الايباد على الشحن عشان ما يفصل في نص المحاضره ويزعل منا. وهسه نتكلم عن الفينوس درينج. يعني هسه احنا جبنا الدم للبريست. طب هسه كيف نطلع الدم من البريست؟ هسه بنعرف انه اللي بيجيب الدم دائما هو الارتري، واللي بيجي يعني بيجيب الدم المؤكسة اللي فيه اللي هو الاكسجين هو الارتري، واللي بيجي بيطلع الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون اللي هو الفين. فهسه لازم يجي يكون في فين ويجي يطلع اللي هو هذا الدم بعد ما استعملوا البريست اللي بطل له داعي، فخلص صار دم في ثاني اكسيد الكربون، فلازم يطلع من البريست. فراح يجي الفينوس او الفينز راح تجي تطلعه من البريست. هسه كل خلينا نجي مثلا زي هيك، هسه كل ارتري بيمشي في الجسم راح تلاقي جنبه مباشره في فين بيمشي جنبه. فالارتري بكون فيه الدم المؤكسد، والفين اللي جنبه بيجي بيحمل لك الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون وبطلعه من الجسم. فبس هذه الفكره انه في هسه الارتري اللي حكينا عنهم قبل شوي، في راح يكون جنبهم بيمشي فينز راح يجي يطلعوا الدم اللي استعملوا البريست عشان يخرجوه خارج الجسم، وبعدين يتحول لدم في اكسجين ونرجع نستعمله وتظل العمليه بتمشي مثل هيك. بقول لك انه هذه الفينوس درينج راح تجي تصير عن طريق ثرو فينز اكومبايند ذا سبلاينج ارتريز، انه في فينز راح تكون مصاحبه للسبلاينج ارتريز اللي حكيت عنهم فوق، راح يجي يطلعوا لك الدم اللي استعمله البريست. طبعا نقطة لازم تكونوا عارفينها انه اسم الفين راح يكون نفس اسم الارتري. يعني قبل شوي احنا ايش كان اسم الارتري؟ كان عندنا اكزيلاري ارتري. فاعرف انه في جنب الاكزيلاري ارتري في فين اسمه الاكزيلاري فين. في عندك برانش من الاكزيلاري ارتري اسمه ثراك اكروميال برانش.
هو ثراك اكروميال ارتري، ففي فين جنبه راح يكون اسمه ثراك اكروميال فين، وهكذا. فراح يكون اسم الفينز نفس اسم الارتريز. فلو انت اجيت بدك تيجي تشوفهم هم حاطين اسماء الفينز او لا، اي ثينك انه لا مش حاط اسماء الفينز، مش عارف ليش. المهم نكمل السلايد بعدين نجي ممكن نجي نشوفهم فراحتنا. فبقول لك انه the venous blood of the breast drains into the axillary وانترنال ثوراسيك اند ذا ثيرد تو فيفث انتركوستال فينز. الفينس بلد او اللي هو البلد اللي بده يروح في الفينز راح يروح عن من خلال اكثر من فين. ايش اسماء هذول الفين؟ اول فين عندك اللي هو راح يكون اسمه اللي هو الاكزيلري فين، نفس الاكزيلري ارت اللي قبل. في عندك انا اكزيلري فين، عندك كمان فين ثاني اسمه انترنال ثوراسيك فين. قبل شوي ايش كان في عندك؟ كان عندك اللي هي الانترنال ثوراسيك ارتري، فتحت في عندك انترنال ثوراسيك فين، وبرضو عندك اخر فين واللي هو اسمه الثيرد تو فيفث انتركوستال فين. قبل شوي ايش كان عندك؟ هان كان عندك اللي هي الانتيريور انتركوستال ارتريز، فهان عندك كمان انتركوستال فينز، بس مش كل الانتركوستال فينز، لا بس الانتركوستال فين من الثالث للخامس، هذولا اللي راح يجوا يطلعوا الفينس بلد من البريست ويودوه على الهارت عشان يصير له عملية اكسجيناشن ويجي يصير موجود فيه اكسجين. فايش اسماء الفينز اللي راح يطلعوا الفينس بلد؟ اللي هم الاكزيلري فين والانترنال ثوراسيك فين واخر فين واللي هو الانتركوستال فينز، بس مش كلهم، بس من الثالث للخامس هم اللي راح يطلعوا الفينس بلد من البريست. فهذول هم الفينز اللي راح يسوي عملية الفينس درينج، فلازم كمان تكونوا عارفينهم، واسمائهم نفس اسماء الارتريز اللي قبل، فما راح تتغلبوا اصلا كمان في حفظهم. عندك في المنطقة A اللي هي الانترنال ثوراسيك فين اللي راح يحمل هذا الدم راح يوديه على الرايت هارت اند لانكس، وعندك كمان برانشز من اكزيلري فين اللي راح تروح على الرايت هارت اند لانكس، وعندك كمان اللي هي الانتركوستال فينز اللي قلنا من الثالث للخامس واللي ايش واللي راح تروح الى الليفر. فلهيك يعني في ايش حكته الدكتورة انه مرات بصير في لو كانسر بريست وبصير في وين في الكانسر. لهيك في ايش حكى الدكتور انه مرات بصير في اشي اللي هو اسمه كانسر بريست اللي هو سرطان الثدي، بصير في البريست هو طبيعي، بس بعد فتره بتيجي مثلا مريضه في الكانسر بريست بتلاقي مثلا صار عندها مشاكل في اللنج او مشاكل في الليفر مع انه عندها كانسر بريست. بس ليش صار هذا الاشي؟ لانه الفينز اللي راح تحمل الدم من البريست ما بتروح بتودي على القلب مباشره، لا في عندك مثلا هنا قلنا الانترنال ثوراسيك فين راح تودي على اللنج، في عندك مثلا انتركوستال فين راح تودي على الليفر، فبكون هذا الدم اللي حملته الفينز راح يكون موجود فيه اللي هو ايش؟ موجود فيه الكانسر سيلز، وبتعرف الكانسر سيلز هي ان بروجرامد سيلز، يعني وين ما تحطها بتظلها تتكاثر بسرعه، فبتكون انتقلت عن طريق الفين اللي موجود في البريست وراحت مثلا على الليفر وراحت هناك وبلشت تجي تتكاثر وسوت انه جزء ثاني من الكانسر موجود في الليفر وجزء اخر من الكانسر موجود في اللنج، ممكن تنتقل من اللنج بعدين لمكان ثاني. فلانه الفين التبعات البريست ما بتودي للقلب مباشره، لا هي راح تجي تودي لكمان اماكن اخرى، ولهيك ممكن بس تجي هذا الدم ينتقل لاماكن اخرى ينقل من خلاله كانسر سيلز اذا كان يعني الشخص مصاب في كانسر بريست. وهذا الاشي يؤدي على عملية انتشار الكانسر داخل الجسم اللي هي عملية الميتاستاسيس او ميتاستاسيس ناس ايش اسمها بالضبط، اللي هي يعني عملية الانتشار الكانسر داخل الجسم. يعني حكت عنه الدكتورة بس للأسف انه مش مذكور في السلايد، يعني انا مستغرب انه كيف اشي تجي تحكي عنه مش مذكور في السلايد، يعني المفروض هذه الاشياء تكون مذكورة في السلايد، يعني لانه اشياء تعتبر مهمة، بس يلا عادي مش مشكلة. anyway نجي نكمل كلامنا. وستظل عندنا نوع الأخير من الدرينج اللي هو الليمفاتيك درينج. خلينا مش نتكلم عن الليمفاتيك، نفهم ايش هو الليمفاتيك بعدين نجي نتكلم في راحتنا عن الليمفاتيك درينج عادي، يعني ما في اشي جدا سهل وتافه. هسا في عنا احنا اشي داخل جسمنا اسمه الجهاز الليمفاوي، اتوقع اخذته في التوجيه اللي هو الجهاز الليمفاوي، هو جهاز او اشي تابع لجهاز المناعة راح يحافظ على مناعة جسمنا. هذا الجهاز الليمفاوي بتكون من ايش؟ بتكون من فيسلز، من اوعية. هذه الاوعية موجود فيها سائل، هذا السائل اسمه الليمف اللي هو السائل الليمفي. هذا الليمف راح يجي يمشي داخل هذه الليمفاتيك فيسلز، وهو طول ما هو بيمشي في الليمفاتيك فيسلز راح يوقف عند دوريات. في دوريات داخل جسمنا اسمهن الليمف نودز،
هذول الليمف نودز راح يظلهم كل شوي يوقفوا الليمف الموجود في الليمفاتيك فيسلز، ويجوا ايش يفتشوه يتاكدوا مثلا هل في عندك بكتيريا، تعال خلينا نجي نقتلها ونقضي عليها، هل في عندك ميكروبات خلينا نقتلها ونقضي عليها. بظلهم هذول الليمف نودز كل شوي يوقفوا الليمف الموجود في الليمفاتيك فيسلز ويجوا ايش يسووا له عمليه تفتيش يتاكدوا انه كل شيء تمام عشان يحافظوا على مناعه الجسم. فهذول الليمفاتيك فيسلز بيختلفوا عن البلاد فيسلز اللي هم الارتري والفينز. فاحنا في الجسم حكينا قبل شوي انه راح يكون موجود دقيقه حكينا قبل شوي راح يكون عندنا ارتري بيمشي، راح يكون في جنبه فين بيمشي، جنب الفين راح يكون في شيء ثالث بيمشي واللي هو الليمفاتيك فيسلز. في عندك هذول الثلاث اشياء راح يكونهم بيمشن مع بعض. فالوظيفة يعني الليمفاتيك فيسلز او الليمفاتيك سيستم باختصار كله انه تحافظ على مناعة الجسم وتحميه، تسوي عملية حماية للجسم عن طريق انها كل شوي تظلها تفتش هذول الليمف الموجود في الليمفاتيك فيسلز عن طريق الليمف نودز. بس باختصار هذه هي القصة تبعت الليمف كلياتها. هسا في البريست له ليمفاتيك درينج، راح يجي ليمف وراح يطلع منه ليمف. فهذا الليمف اللي راح يطلع من البريست وين راح يروح؟ يعني مش كل الليمف راح يطلع من البريست راح يروح على مكان واحد. قبل شوي حتى واحنا قاعدين نحكي عن البلد قلنا انه مش كل البلد اللي راح يجي للبريست هو بيجي من مكان واحد، لا كان بيجي من اكثر من ارتري. ومش كل البلد اللي بيطلع من البريست بيروح على مكان واحد، لا كان كل واحد من البلد يروح على فين يوديه على مكان مختلف. وهذا نفس الاشي الليمف راح يجي على او عفوا الليمف اللي راح يطلع من البريست مش راح يطلع مكان واحد، لا راح يطلع عن طريق الليمفاتيك فيسلز كل واحد راح توديه على مكان شكل. فهذا الاشي اللي محتاجين نجي نعرفه هسه. واصلا كمان يعني من الامثله اللي حكيتها من الدكتوره واللي هي من وظائف الليمفاتيك فيسلز، هسه احنا بنعرف انه الارتري شوي ضيق، الفين هي تقريبا اوسع من الارتري بشوي. ليش هي اوسع؟ عشان تحمل مثلا الميكروبات والويست اللي ما بيحتاجها الجسم عشان تطلعها خارج الجسم. بس في ويست بتكون جدا كبيره ما بتسع جوا الفين اصلا، فما بقدر الفين يحملها. طب يعني اخليها انا موجوده في البريست وظلها تتجمع؟ لا، لازم اطلعها من برا الجسم. فبيجي الليمفاتيك فيسل بتبرع وبقول انا بحمل هذه الويست، وبجي بخلي الليمف نودز تفتشها وتتاكد انه كل شيء تمام، بطلع هذه الويست من خارج الجسم. فبس يعني لهيك موجود في الليمفاتيك فيسلز عند البريست عشان نتخلص من الويست اللي ما بقدر الفين يطلعهم. هسه في عندنا تو تايبس للليمفاتيك درينج داخل البريست. في عندنا التايب الاول اللي هو بكون سوبرفيشال، والتايب الثاني اللي هو ايش بكون ديب. اغلب حكينا راح يكون عن الديب، بس في يعني لازم نعرف انه عن السوبرفيشال الليمفاتيك تبع البريست من وين راح يجي او وين راح يروح. يعني اول اشي بما انه سوبرفيشال فهو من وين راح يجي يطلع؟ راح يطلع من السكن، فهو السوبرفيشال ليمفاتيك فروم ذا سكن. وين راح يروح؟ بيروح على شيء اسمه سب اريولار اند سيركم اريولار ليمفاتيك بلكسس، واللي هي يعني راح تكون اللي هي ليمفاتيك بلكسس سب اريولار يعني تحت الاريولا اللي حكينا هذه الاريولا، فراح تكون تحت الاريولا. وسيركم اريولار واللي يعني حوالين الاريولا، وبعدين تظلها رايحه مباشره. فالسوبرفيشال الليمفاتيك تبع البريست راح يجي يروح على مكان واحد كلياته واللي هو على السب اريولار سيركم اريولار ليمفاتيك بلكسس. فيعني اشي بسيط صراحة، ما اتوقع بده اشي. بس اغلب الحكي مثل ما حكينا راح يكون عن الديب ليمفاتيك. فالديب ليمفاتيك هسه راح نجي نتكلم عنه بالتفصيل. خلينا نجي نقسم البريست لاربع ارباع عشان نجي نتكلم. كان قبل شوي عنا لا مش هيك، كان قبل شوي انه عندنا الربع الفوق العلوي لاترال، العلوي ميديال، السفلي لاترال، السفلي ميديال، حكينا كل هذه الاشياء قبل. هسه الديب ليمفاتيك راح يكون كل ربع من هذول الارباع راح يودي الليمف تبعه لمكان مختلف عن الاخر. فاول اشي عندك الابر لاترال اند سنترال بارت اوف ذا بريست، اللي هي الابر لاترال اللي هو قصده وين؟ اللي هذه هي الابر لاترال، هي الابر لاترال، وبرضه السنترال بارت اوف ذا بريست تقريبا اللي هي هذا المنطقه اللي في النص من البريست. وين راح تودي اللي هي الليمف تبعها؟ راح تودي تو ابيكال اند سنترال جروب اوف اكزيلري ليمف نودز. هسه لازم هذا الليمف اللي موجود في البريست يجي يروح على احدى الليمف نودز الموجوده داخل الجسم، تمام؟ هذا المنطقي يعني لازم تروح على الليمف نودز موجودة داخل الجسم. ف
الليمف اللي راح يجي يطلع من الابر لاترال والسنترال بارت تبعت البريست، واللي هذه حكينا عنها في اللون الاخضر، وين راح تودي الليمف تبعها؟ راح تودي على شيء اسمه اللي هي الابيكال اند سنترال جروب اوف اكزيلري ليمف نود. هسه الاكزيلري ليمف نود راح يكون متكون اكثر من تايب او من اكثر من جروب، فهي على اي جروب بالتحديد راح تودي؟ على الابيكال والسنترال جروب من الاكزيلري ليمف نود. فهذا الاشي اللي يعني بس بدكم تعرفوه. فهي مثل ما شايفين هي راح تجي تحمل الليمف من هنا، راح تجي تطلعه اخر شيء فوق لعند اللي هي سب كلافيكولر، او اللي هي اسمها الابيكال ليمف نودز، واللي هي تابعه راح تكون للاكزيلري ليمف نودز. بس باختصار هذا الاشي اللي راح يجي يصير. ممكن كمان تجي تطلعه مباشره من هان، راح تطلعه على سنترال ليمف نودز، واللي راح توديه للاكزيلري ليمف نودز. هانا من الابيكال راح تروح باتجاه الاكزيلري ليمف نودز، يعني في النهايه وين راح يصب؟ راح يصب في الاكزيلري ليمف نودز. ف يعني كل الليمف راح يطلع من الابر لاترال والسنترال بارت تبعت البريست، راح يا اما تروح على الابيكال ليمف نودز بعدين على الاكزيلري ليمف نودز، او تروح على السنترال ليمف نودز بعدين على اللي هي الاكزيلري ليمف نودز من خلال هذه الطريق. فهذا اول شيء بالنسبه للابر لاترال والسنترال بارت. خلينا هسه نجي نمسح نتكلم عن اللي هي الجزء اللي بعده، او اللي هي الكوادرنت اللي بعده. لا انا ما لازم مسحت زي هيك، ليش مش راضي يرجع؟ اوكي جبت العيد ورجعت كل اشي. طيب بس امسح لي هذه الاشياء. تمام، طيب نروح نتكلم عن الربع اللي بعده اللي هو اللور لترال، اللي هو هذا الربع. تمام، هذا الربع وين راح يودي الليمف نودز تبعه؟ راح يوديه على جروب اسمه البكتورال جروب، هو راح يكون تابع لمين؟ للاكزيلري ليمف نودز. يعني راح يوديه برضه للاكزيلري ليمف نودز، بس عن طريق ايش؟ عن طريق البكتورال جروب، وهو جروب تابع للاكزيلري ليمف نودز. لانه حكينا الاكزيلري ليمف نودز فيها اكثر من جروب، قبل شوي كان فيها اللي سنترال جروب، كان فيها الابيكال جروب، بس في النهايه لوين؟ كلياتها لمين تابعات؟ للاكزيلري ليمف نودز. فحتى اللور لاترال كمان راح تروح وتودي للاكزيلري ليمف نودز بس عن طريق جروب اخر اللي هو اسمه البكتورال جروب. فمثل ما شايفين هي راح تودي الليمف نودز تبعتها عن طريق اللي هي البكتورال جروب، او هي اسمها اصلا الاكسترنال ميموري ليمف نودز، عادي نفس الاسم ما بتفرق. بعدين راح تروح على السكابيولار ليمف نودز، بعدين راح تطلع على السنترال ليمف نودز، واخر اشي راح تجي تصب في الاكزيلري ليمف نودز. ففي النهايه يعني راح تصب في الاكزيلري ليمف نودز زي ال زي الابر لترال. فهيك صفت عندك الابر لترال واللور لترال، تصب في نفس المكان في النهايه، بس كل وحده طلعت من جروب مختلف عن الاخر. طيب بس نروح على الابر ميديال واللي هي هذه المنطقه، واللي هالمره راح تروح لمكان مختلف، واللي هي وين راح تجي تروح؟ للباراسترنال، او الاسم الثاني لها اللي هي الانترنال ميموري ليمف نودز. انت قبل شوي اخذت في الابر في اللور لترال انه في عندك راح توديها لوين؟ للاكسترنال ميموري ليمف نودز، بينما في الابر ميديال راح توديها للانترنال ميموري ليمف نودز، او الاسم الثاني لها واللي هي ايش اسمها؟ اسمها بارا استيرنال ليمف نودز. بارا استيرنال يعني هي بتكون بجانب الاسترنال، هذا معناها، بس انه هذه الليمف نودز بتكون بجانب الاسترنال. كم تقريبا حجم الليمف او اللي راح يروح على هذه المنطقة اللي هي الانترنال ميموري او بارا استيرنال ليمف نود؟ تقريبا 25%. طب كم الليمف تقريبا اللي راح يروح على الاكزيلري ليمف نود؟ تقريبا 60 ل 70% من الليمف راح يروح على الاكزيلري ليمف نودز. طيب اللي بعده اللي هو اللور ميديال واللي هو هذا الربع، لوين راح يروح؟ راح يروح للانتيريور ابدومينال وول ليمف نودز، واللي هو ايش؟ اللي هو ريكتوس شيث اند سب بيرتونيال بلكسس. اللي هي برضه هذا عباره عن جزئيه حفظ بسيطه، بس انا حاول تفهموها، انه هسه اللور ميديال راح تروح على منطقه البطن، وين بالتحديد؟ على منطقة البطن، للانتيرير ابدومينال وول ليمف نودز، واللي هي الليمف نودز اللي بتكون في جدار البطن من الامام، وين يعني بالتحديد؟ عند الريكتوس شيث او اللي هي سب بيرتونيال بلكسس. راح تروح وتودي الليمف نودز تبعتها عند هذه المنطقة. طيب اخر شيء عندك ضل اللي هي التيل اوف ذا بريست، واللي هو هذا التيل اوف ذا بريست، وين راح يودي النودز تبعته؟ راح تروح توديه تو ذا بوستيريور، او اللي هي اسمها ايش؟ اسمها سبسكابيولار جروب، واللي هي تابعة للأكزيلري ليمف نودز. فراح تروح يعني توديه للأكزيلري ليمف نودز بس عن طريق جروب آخر مختلف عن كل الجروبات، واللي هي اسمه البوستيريور، أو اسمه الثاني اللي هو سبسكابيولر جروب، اللي هو تابع للأكزيلري ليمف نودز. مش ذاكرينه في المحاضرة، مش ذاكرينه، بس إنه من هنا راح تطلع على جروب اسمه اللي هو
بوستيرير جروب او اللي هو سبسكابيلر جروب، عشان بعدها تروح تكمل توقف عند الاكزيلاري لينف نودز زي اللي هي زي الابر لاترال وزي اللور لاترال اللي ودوا للاكزيلاري لينف نودز. فبس هذه هي الليمفاتيك درينج تبعت البريست كامله، وصراحه يعني صح فيها شويه حفظ بس بسيطه جدا جدا بسيطه، ولو تتخيل الموضوع خاصه مع الصوره راح ترتاح كثير. والصور في المحاضره ركزوا عليهم، الدكتوره يعني ركزت عليهم كثير، فركزوا على الصور قد ما تقدروا. وهي هذه الصوره كمان بتوضح، مع انه الدكتوره شرحتها بس صراحه ما فيها اشي، بس بتوضح كيف بنتقل اللي هو الليمف نودز تبعت، او كيف بنتقل الليمف على عن طريق الليمفاتيك فيسلز تو ذا ليمف نودز الموجودات في الجسم، وانه كيف بروح لكل وحده فيهم. ف ممكن يعني تاخذوها للفهم مش اكثر، بس اذا يعني حفظت السلايد اللي فوق وفهمته مش راح تحتاج هذه الصوره يعني على الفاضي، راح تكون لانه كل شيء كان موضح فوق. تمام، احنا هيك فتنا في الجزئيه الاخيره من المحاضره، جزئيه جدا بسيطه ما فيها اي شيء. هذه الجزئيه يعني ايش راح تيجي تتكلم؟ راح تتكلم هسه نتكلم شوي عن الليمف نودز، خلينا نخلص الليمف نودز، بعديها الجزئيه الاخيره عن الكانسر بريست. حتى هذه الجزئيه عن الكانسر بريست بقول لك انه لو انت اجيت شفت انه في كانسر بريست وبدك تحدد الدرجه تبعته، هل هو سرطان من الدرجه الاولى الثانيه الثالثه، كيف بدك تحدد الكانسر بريست من اي درجه؟ هسه الكانسر بريست عن طريق ايش راح ينتقل؟ راح ينتقل عن طريق الليمف. فلما ينتقل عن طريق الليمف راح يروح على الليمف نودز، وبس يوقف عند الليمف نودز راح ايش؟ راح يجي ينزل فيها ويبلش يتكاثر فيها لحد ما يجي يدمرها، بعدين راح ينتقل لليمف نود اخرى ويجي يتكاثر فيها ويدمرها لحد ما يمشي على الليمف نودز تبعت الجسم كلياتهم نفس الطريقة. احنا راح نحدد درجة خطورة الكانسر عن طريق عدد الليمف نودز اللي دمرهم، او عن طريق كمان عدد ومكان الليمف نودز اللي دمرهم هذول الكانسر سيل. ف بقول لك سيرجيكالي انه الليمف نودز ار ديسكرايبد ان ريليشن تو ذا بوستير تو ذا بكتوراليس ماينر. كيف يعني انه البكتوراليس ماينر؟ هسه اول شيء عندك هذه العظمه، او عفوا هذه العضله الموجوده هان، لهذه العظمه المثلثه، عظمه مين؟ هذه العضله المثلثه هي اسمها البكتوراليس ماينر، واللي هي تحت البكتوراليس ميجر، حكينا هالشيء قبل ان هي تكون تحت البكتوراليس ميجر اسمها بكتوراليس ماينر. هسه في عند البكتوراليس ماينر هذه في تحتها وخلفها وفوقها مجموعة من الليمف نودز، حسب أي ليمف نود إجت الكانسر سيل إجت دمرتهم راح أحدد أنا درجة خطورة الكانسر بريست. فإذا الكانسر بريست دمر الليمف نودز اللي موجودين تحت البكتوراليس ماينر، فهذا راح أنا أسميه إيش؟ راح أسميه سرطان أو كانسر بريست من الدرجة الأولى، وهو يعني ممكن علاجه وكل إشي تمام وعادي الوضع. اما اذا انها دمرت الكانسر بريست من الموجودات بيهايند هذا البكتوراليس ماينر، يعني الموجودات خلف البكتوراليس ماينر، فهذا راح يكون ايش؟ راح يكون كانسر بريست من الدرجه الثانيه، وراح نبلش هان نخش مرحله الخطر. هان المرحله راح نبلش نخش مرحله الخطر. طيب اذا الكانسر سيل دمرت الليمف نودز اللي موجودين فوق اللي هي وين؟ فوق البكتوراليس ماينر، او اللي هو بين الابر بوردر تبع البكتوراليس ماينر واللور بوردر تبع الكلافيكل، واللي هي انت عندك هي الابر، خلينا امسك القلم، هي الابر بوردر تبع البكتوراليس ماينر، هي اللور بوردر تبعت الكلافيكل. فعندك هذول اللي هم هذول الليمف نودز، فلو اجت الكانسر سيل ودمرت هذول الليمف نود فانت هيك فتت في المرحله الخطيره واللي هي الدرجه الثالثه، واللي هنا راح تكون انت فتت على المرحلة جدا خطر. فإذا دمر الليمف نود اللي تحت البكتوراليس ماينر هان درجة أولى، اللي ورا البكتوراليس ماينر درجة ثانية، إذا دمر الليمف نود اللي فوق البكتوراليس ماينر فهنا درجة ثالثة والوضع جدا خطر. أو حتى ممكن تقول عن تبع الدرجة الثالثة إنه إذا دمر الليمف نودز الموجودات بين السطح بين الحد العلوي تبع البكتوراليس ماينر والحد السفلي تبع الكلافيكل في هناك الليمف نود، فإذا دمر هذولاك الليمف نود فهو بكون درجة ثالثة مثل ما حددنا في الصورة. فبقول لك نرجحان there may be one or two other nodes between the pectoralis minor and major. في عندك مرات ممكن يكون موجود lymph node بكونوا ما بين البكتوراليس ماينر والميجر، بكونوا يا اما واحدة او ثنتين lymph node بكونوا بين البكتوراليس ماينر والميجر، مثلا هي البكتوراليس ماينر هان هي الميجر هانا فوق بعض، ففي بيناتهم يا اما واحد او اثنين لينف نود، وهذول اللينف نود ايش اسمهم؟ اسمهم انتر بكتورال جروب اوف نود، يعني انتر بكتورال يعني هم ما بين البكتورالس ماينر والبكتورالس ميجر، وبرضه الاسم الثاني لهم اللي هو الروترز نودز.
فهذول الليمف نودز اللي بكونوا ما بين البكتورالس ماينر والبكتورالس ميجر لهم اسمين، يا اما الانتر بكتورال جروب اوف نودز اللي هي يعني الليمف نود التي بين البكتورالس ميجر والبكتورالس ماينر، او الاسم الثاني واللي هو ريترز نود واللي هو على اسم اتوقع العالم او على اسم العالم الذي اكتشفها. فبس هذه هي علاقه الليمف نود في البكتورالس ماينر في درجه خطوره الكانسر بريست. فالموضوع يعني ان شاء الله يكون بسيط. بس اخر اشي نخش في جزء الدكتوره زي ما سمت الدكتوره، نبلش نجي نشخص ونحلل الحالات المرضيه. فعندنا هسه الاناتوميكال اناليسيس اوف ذا فيزيكال ساينز اوف كانسر اوف ذا بريست. اول اشي اللي هو انه يصير انفيجن للديب فيشا، انه يصير يعني انفيجن هي غزو، انه يصير في الكانسر سيلز هذول تروح على الديب فيشا. وايش راح يجي يصير؟ راح يصير في فايبروسيس للريترو ميموري سبيس. تذكر السبيس اللي حكينا عنها قبل واللي هي الريترو ميموري سبيس؟ فاذا صار في الكانسر سيل راحت على الديب فيشيا راح ايش يصير؟ راح يصير في فايبروسيس في هذا الريترو ميموري سبيس. هسه الريترو ميموري سبيس من اهم مميزاتها انه بتخلي البريست يكون يعني ما يكون ثابت، يعني يقدر يتحرك. ف اذا صار في كانسر سيل في ريترو ميموري سبيس راح تسوي فيه تليف، فالتليف انه يصير فيه زي تصلب في الريترو ميموري سبيس، فهذا راح يؤدي الى فيكسيشن للبريست، راح يجي يثبت البريست فهيك ما بيقدر يجي يتحرك. فهذه العلامه بتدل انه في عندك كانسر سيل موجودات في الديب فيشيا. بس انه ايش راح يصير؟ راح يصير في فايبروسيس للريترو ميموري سبيس، فهذا الشيء راح يؤدي انه يصير فيه فيكسيشن في البريست، فهذا الشيء بكون ادفانسد كيسز، بتكون حالات متقدمه وبتقدر تميز وجود الكانسر بريست من خلال هذه الشغله. طيب اذا صار في عندك انفيجن للسسبنسري ليجامنت اللي حكينا عنهم قبل، سسبنسري ليجامنت، طبعا السسبنسري ليجامنت من اسمهم هم سسبنسري، يعني هم راح يعلقوا البريست فبخلوه انه ثابت في مكانه، بس انه برضه بيقدر يتحرك في راحته بسبب وجود الريترو ميموري سبيس. بس ايش اللي بثبت البريست في مكانه؟ اللي هي سسبنسري ليجامنت، اللي اصلا كمان اسمه سسبنسري ليجامنت اوف كوبر على اسم العالم اللي اكتشفهم. المهم اذا صار في عندك كانسر سيل في السسبنسري ليجامنت ايش راح يؤدي هذا الشيء؟ راح يؤدي لشورتنينج اوف ذا ليجامنت، هذه الليجامنت اللي هي السسبنسري ليجامنت راح تقصر، راح يصير فيها ايش؟ الطول تبعها راح يجي يقصر، فهذا ايش راح يجي يؤدي؟ راح يؤدي لوجود ديمبلينج في الاوفر لاينج سكن، لو انه تظهر تقريبا زي نتوءات في السكن على البريست، لانه بسبب صار في عندك قصر في السسبنسر ليجمنت لانه صار موجود فيها كانسر سيل، فراح يصير فيها ديمبلينج في السكن. فبرضه انه نقطة بسيطة، يعني اذا صار في انفيجن في الديب فيشا فايش راح يصير؟ فانه يعني لحد الان انه نقاط بسيطة، فاذا صار في انفيجن للديب فيشا فراح يؤدي لفيكسيشن للبريست، طب انفيجن انفيجن للسسبنسر ليجمنت راح يصير في ديمبلينج في الاوفرلاينج سكن. اشياء لحد ما شوي بسيطة. اخر اشي بيقول لك انه اذا هذا الكانسر سيل او التيومر تيشو اجا ويش اغلق الديب لينفاتكس اللي حكينا عنهم قبل، الديب لينفاتكس اذا اجى اغلقهم فيك الليمف تبع الموجود في السكن تبع البريست مش راح يقدر يطلع من هذه المنطقه وراح يظل عالق فيها. فوجود الليمف وتعلقه في هذه المنطقه لايش راح يؤدي؟ راح يؤدي انه السكن تبع البريست راح يصير بيتد اند اويديماتس، اللي هو ايش يعني؟ انه يصير البريست اللي هو ايش يعني؟ انه يصير البريست منقر، في انه زي نقرات، ويصير شكله بيشبه حبة البرتقال من برا. فهي اصلا بقول لك ريسمبل التكستشر اوف ذا سكن اوف ذا اورنج، هو بصير بيشبه حبة البرتقال من الخارج. فهذه الحالة ايش؟ لما التيومر تيشو تجي تسكر على الديب لينفاتكس، فهيك الليمف بيعلق داخل السكن تبع البريست، راح تؤدي الى هذه الحالة واللي هي هذه الصورة اللي بتجي بتوضحها. فلحد الان يعني المفروض انه تكون الاشياء كلها بسيطة. واخر اشي صار في عندك انفيجن لللاكتيفرس داكتس، كنا عن لاكتيفرس داكت قبل، اذا صار في انفيجن في هذول اللاكتيفرس داكت ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي لشورتنينج اوف ذا داكت، هذول الداكت راح ايش؟ راح يقصر طولهم، فلما يقصر طولهم راح يصير لهم ايش؟ راح يصير لهم او ايش راح يسوي؟ راح يسوي ريتراكتد للنبل، النبل راح يصير انفيرتد، راح تدخل لجوا. ففي هذه الحاله متى؟ لما يصير في عندك كانسر سيل في اللاكتيفرس داكت فبقصر طولها، فلما تقصر طول اللاكتيفرس داكت هم وين رابطات؟ رابطات في النبل، فلما يقصر طولهم فهم راح يفوتوا لجوا، فراح يسحبوا معاهم النبل لجوا، فهيك النبل راح تفوت لجوا وراح يصير لها انفيرتد.
واللي هي انها النبل تدخل لجوا، وهي مثل الحالة اللي تكلمنا عنها قبل، بس الحالة اللي قبل كانت بدون كانسر، يعني اللي هي في بداية المحاضرة بدون كانسر سل، هي هيك عيب خلقي بتكون. فا اوكي، اخر اشي بقول لك ان ذا كيس اوف بريست ابسس، واللي هي الخراق تبع البريست، انه البريست يصير فيه حالة مرضية اسمها الخراق، وهذا الاشي بصير بسبب انه الملك بظل موجود داخل البريست، راح يؤدي الى حدوث هذه الحالة المرضية واللي هي البريست ابسس. فبقول لك انه الانسيشن في هذه الحالة must be done in a radial direction، ليش؟ to minimize the duct damage، اللي هو عشان يقلل الدمج اللي راح يصير موجود في الدكت تبعات البريست. فاذا صار في حالة مرضية اللي هي البريست ابسس، واللي هو انه الملك يعلق داخل البريست، فيصير عندنا البريست ابسس. فاحنا كيف نعالج هذا الاشي؟ عن طريق انه نسوي انسيشن، نسوي شق في البريست. وين هذا الشق؟ كيف يكون الدايركشن تبعه؟ في راديال دايركشن. يعني انتبهوا انه الدايركشن ايش يكون؟ يكون راديال دايركشن. ليش بنسوي هذا الاشي؟ عشان نسوي مينيمايز او تقليص للدمج اللي بكون بيحصل للدكت. فبس نقلل هذا الدمج، انه بخف هيك الالم، بخف الضرر، فبكون الوضع يعني ولو بشكل طفيف افضل. فهذه هي شكل الراديال انسيشن عشان تكونوا عارفينها. فمثل هيك يعني راح يجوا يقصوا او الشق راح يسووه عشان يعالجوا حالة البريست ابسيسس. وبس هذا تقريبا كل اشي في المحاضرة. يعني المحاضرة ما بعرف اذا شوي طويلة او لا، مش عارف كم قعدت انا بصور. فاصلا اتأكد، خلينا نتأكد من التصوير انه ان شاء الله يكون المايك مسجل. فتقريبا اتوقع ممكن تكون حدود ساعة وشوي محاضرة. فان شاء الله المهم انكم يعني تستفيدوا وفهمتوها، وصراحة المحاضرة فيها كثير جزئيات حفظ، فركزوا فيهن والتزموا في السلايدات. يعني الدكتورة طلعت كثير بالسلايدات، بس انتم حاولوا تلتزموا في السلايدات، والاشي الموجود في السلايدات بتوضح لكم كل الافكار. فعليا السلايدات توضح كل الافكار. الدكتور لما شرحتها كانت السلايد تشرح نص ونص، لا ما بعرف ليش يعني. فخليكم ملتزمين في السلايدات، بكون دائما هذا الحل الافضل والامثل للجميع. والاشياء اللي حكتهم الدكتورة من خارج السلايدات حاولت اني اوضحهم واحكيهم كمان، واني احكيهم يعني في اماكنهم المطلوبه، لان مرات كان دكتوره تسبق النقاط فكان الموضوع يعجق شوي، فحاولت اني احكيهم في الاماكن المناسبه لهم عشان تكونوا فاهمينهم. بس هذا كان كل اشي لليوم. فدقيقه، العاده المعتاده ما لازم ننساها، اللي هو طفى القلم، اللي هو ثانك يو. بس كان معكم مالك، ان شاء الله نشوفكم في محاضرات قادمه، في محاضره يوم الخميس بعد بكره باذن الله تعالى. فموفقين في دراستكم ونراكم على خير. السلام عليكم.